يا خير من اليد السفلى. شيخنا، في موضوع القلب والقرآن ممكن يكون من أيضا التساؤلات اللي يمكن الإنسان يسأل عنها، اللي هي القلوب، هل لها أنواع؟ يعني يعرف الإنسان يصنف قلبه، هل أنا من أي نوع كان؟ يعني أول شيء خلنا نقول تأصيل سريع. يعني القلب ذكر في القرآن سواء بالقلب أو الفؤاد، أو لكن المقصد هو القلب، يعني أكثر من 190 مرة، يعني تصل إلى 194 أو أكثر أو 98، يعني فوق 190 مرة ذكر القلب لأهميته في القرآن. ولذلك أنواع القلوب في القرآن تقريبا 20 نوع. أولها مثلا القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا نوع. ثم القلب المريض مثلا، يعني في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهكذا. فالقلوب لها 20 نوع في القرآن. فأنا لما أجي أختار لقلبي يعني الإخبات، الاستسلام والتسليم، سلامة القلب، أبدأ أبحث كيف أعالج قلبي بين 20 نوع من أنواع القلوب في القرآن. فالقلوب المعرضة أو المنافقة أو الكاذبة أو الجاحدة أو المعرضة في القرآن أبتعد عنها. أما القلوب السليمة، القلوب الخاشعة، القلوب المهتدية، أبحث عنها في القرآن وأجعل منها منهج عملي لتغيير قلبي. جميل. فيتغير قلبي بهذه الرسائل القرآنية ويصبح هناك تجديد لهذا القلب. القلب يتعب من أدخنة هذه الحياة، لكن تأتي آية واحدة تمسح كل ما مر به من ألم. يا الله. ولذلك آية واحدة كفيلة بأن تمسح كل دمعة مرت فيها في حياتك. ولذلك يضيق الإنسان ويتعب ويأتيه من الهم والحزن، ثم تأتي آية: لا تحزن إن الله معنا، خلاص تعطيه رصيد وجرعة وترفعه إلى همة السحاب. ولذلك الإنسان يستطيع أن يصل إلى أن يسافر بقلبه إلى الملكوت الأعلى هناك بتدبر آية، وبخشوع مع آية، وبحضور قلب مع آية، بتدبرها في الصلاة، بحضور قلبه في هذه الصلاة يستطيع أن يصل إلى الملكوت الأعلى، ويستطيع أن ينزل يعني إلى مستويات متدنية كما ذكر القرآن، يعني إنهم كالأنعام بل هم أضل، منزلة تحت في بعده عن القرآن، وبعده عن تدبر القرآن، وبعده عن تذوق القرآن، وبعده عن تناول هذا القرآن. جميل يا أخي في البيت أن الأب يجي يتناول رسالة قرآنية مع أبنائه، جميل الزوج مع زوجة تناول رسالة قرآنية، جميل البيوت تصير قرآنية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر مثلا قال: البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان. عندنا مشاكل في البيت، بعض الناس ما يجلسون على سفرة واحدة، بعض الناس ما يتقابلون مع بعض، متنافرين متناحرين. وسائل التواصل خلت كل واحد في غرفة، وسائل التواصل أيضا. ولذلك لا، في رمضان جميل أن مثل ما نجتمع على سفرة الطعام، هذا الفطور والسمبوسة والحركات والدلع، نجتمع على مائدة قرآنية لعشر دقائق. لو عشر دقائق قبل الفطار، تعالوا يا عيالي، تعالوا يا إخواني، خلونا نعيش مع آية، خلونا نبدأ. تخيل لو 30 آية كل يوم آية، ترى مشروع عظيم سطر بماء أو كتب بماء الذهب، وإن صدقت فيه ربما هو سبب دخولك الجنة. مشروع عظيم في رمضان. وذلك جميل تبادر الأم أو يتبادر الزوج أو يبادر أي واحد من أفراد البيت حتى لو كان هو الصغير: تعالوا يا أهلي نعيش معايا. طب إحنا بنعيش مع التلفاز، وبنعيش مع وسائل التواصل، وبنعيش مع الفوازير والمسابقات، وبنعيش مع كل شيء، ولكن ليش ما نعيش مع آية؟ ليش ما يكون مشروعنا في هذا في رمضان هذا مشروعنا يوميا آية؟ تخيل لو هذه البيوت كلها أصبحت بيوت قرآنية في رمضان، يصبح هناك تغير جذري في حياة البيت والأسرة والأب والأبناء، في وظيفته وفي عمله وفي السوق في السيارة في كل شيء بيتعدل. لأن عائشة لما سألوها رضي الله عنها وارضاها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطتهم محاضرة، ترى كان خلقه القرآن. أريد أن أرى في خلقك آية، في سلوكك آية، في الوظيفة أبغى أشوف فيك آية، في الشارع أبغى أشوف فيك آية، في التعامل مع الناس، مع الجيران، مع النفس، مع الذات، مع الغير، مع الجميع، مع القلة، مع الكثرة، أثناء الفرح، أثناء الحزن، أريد أن أرى آية. وذلك ترى الصحابة مو كلهم حافظوا القرآن، ليس حتى العشر المبشرين بالجنة مو كلهم حافظين القرآن، ولكن بلغوا مبلغ عظيم في تدبر القرآن وفي التعمق فيه وفي كثرة تلاوته وكثرة